السلام عليكم وأهلا بكم. نفذ على مصر وحلقة جديدة وفيها الداخلية تعلن ضبط 8 من الإخوان خططوا للتحريض ضد الدولة في 25 من يناير المقبل. ذكرت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 8 من المنتمين لجماعة الإخوان، من بينهم 4 سيدات قالت إنهم أعضاء اللجنة الإعلامية للجماعة بالمنوفية وخططوا للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة. أضافت الداخلية في بيان نشر عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الخميس إن المضبوطين أعدوا غرفة بحضانة كاستوديو للتصوير، وعثر بداخلها على كاميرا عالية التقنية يمكنها البث المباشر، وبفحصها تبين احتوائها على مقطع فيديو لمضبوطة تدعي فيها تعرض زوجها المحبوس للتعذيب داخل سجن شبين الكوم على يد رئيس مباحث السجن. وقالت الداخلية إن المضبوطين أكدوا أنهم بادروا بناء على تنسيق مع القنوات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج بتسجيل مقاطع فيديو لزوجات العناصر المحبوسين، ومن بينهن بعض المضبوطات يدعين بها تعرض أزواجهن للتعذيب داخل السجون وبثها على تلك القنوات بهدف الترويج للمزاعم والادعاءات والمخططات التابعة لجماعة الإخوان ضد الدولة. للتعليق على فزاعة جماعة الإخوان المسلمين التي ظهرت مرة أخرى وبقوة في هذا الشهر، ينضم إليها في الاستوديو السيد ياسر الغرباوي مؤسس مركز التنوع لفض النزاعات. أهلا بك معنا السيد ياسر. نبدأ من هذه القضية، قضية جديدة وضبط 4 سيدات مع آخرين واتهام لجماعة الإخوان بالتخطيط أو الترتيب ل 25 يناير بالاتفاق مع عدد من القنوات التابعة للإخوان في الخارج. لماذا تصر الدولة على المضي قدما في استخدام فزاعة جماعة الإخوان التي أعلنت مرارا وتكرارا نبذها للعنف وإدانتها للعمليات الإرهابية والتفجير وما شابه؟ هو طبعا أنا يعني مستغرب ثورة يناير في الدستور الجديد حتى بعد الانقلاب ضمنت أنها ثورة عظيمة معترف بها. مفترض يعني الإطار السياسي والعقل السياسي سواء الرسمي والحكومي اعتبرنا منجز شعبي، وأعتقد من الصعب تجريم هذه الثورة، نصت وكتبت ومثلت مرحلة مفصلية في حياة المصريين. فكرة الإخوان المسلمين والصراع خاصة نقطة الإعلام أن هذا الصراع ليس جديدا وليس وليد اللحظة، وصراع تاريخي ممتد وموجود بين يعني تنظيم أصيل وقوي في الوطن وبين أيضا الجيش أو النظام العسكري الموجود حتى قبل الانقلاب. فبالتالي هذا النزاع سيستمر حتى بعد الثورة، قبل الثورة ما لم يكن في تصفية حقيقية لهذا النزاع، سيستخدم الإخوان المسلمين كشماعة لأخطاء منهم أيضا ولأخطاء من الدولة في عدم استيعاب هذا المكون. فأعتقد اتجاه المستقبل يتطلب تصفية حقيقية لهذا النزاع. هل لازالت هذه الشماعة مثمرة لدى الشارع المصري ولدى الرأي العام؟ طبعا هذه الشماعة مثمرة لدى الشارع المصري ولدى الرأي العام ولدى المحيط والإقليم. الإخوان جماعة ممتدة وأصر يتجاوز مصر، وما يقع في مصر يؤثر في تنظيماتها الممتدة، ولا تدعي أنها تنظيم عالمي يتجاوز القطرية وتنظيم يشمل يعمل في 88 دولة، هكذا الإخوان يقولون. وبالتالي أي نظام سياسي بغض النظر سواء كان ضدهم أو معهم، هناك متحسس وتحسب لهذا التنظيم بهذا الحجم بهذه القوة في هذا التمدد الجغرافي الكبير. فأعتقد يا جماعة بوزن الفيل، ولكن مع كل عملية يتم اتهام الإخوان وألصاق التهمة بالإخوان، وهذه الخلية أيضا وفقا لما لبيان الداخلية تحرض على الدولة في 25 يناير وما شابه، كنيسة الأسبوع الماضي أيضا اتهموا فيها جماعة الإخوان المسلمين، تكرار الاتهام بهذه الطريقة، هل ترى أنه لازال مثمرا لدى النظام؟ النظام يعني الذي يستفيد منه بيستعمله، يعني ربما يخدم قطاعا من الناس ويؤثر في خطاب، يعني دائما خطاب الأنظمة من الخطأ تظن أنه يستهدف الإطار الداخلي، ممكن يكون بيخاطب جهة أخرى ليؤكد مسارا هو يعني يسير عليه. فبالتالي أعتقد هو مستفيد من هذا الإطار. الإخوان المسلمين متضررة من هذا الموقف، يمكنها أن تعالج هذا الموقف علاجات نهائية في تسوية تاريخية تحقن دماء ودماء أفرادها، وأيضا توفر على الشعب وعلى أنفسها مسار من الدماء الذي لا. ولكن من يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بهذا القدر من العنف بأنها جماعة إرهابية ربما في العالم العربي مصر والإمارات؟ يعني تجربة مصرية طبعا الجماعة الأم تأسيسها في مصر، في ليبيا أيضا هناك اشتباك موجود في ليبيا، في تونس يعني جماعة نزعت الغنوشي نزع الفتيل وكان وارد حصل فيه هذا الاشتباك،
لا، في فضاءات كبيرة حصل فيها اشتباكات موجودة في أماكن مختلفة. لا، أتحدث عن فكرة إلصاق كل نقيصة بجماعة الإخوان وكل عملية إرهابية بجماعة الإخوان وكل أحداث العنف بجماعة الإخوان. ربما لا يحدث هذا الأمر بهذا القدر من التكرار المستمر إلا في مصر وفي بعض الحالات في الإمارات. لأن طبعا الاشتباك بين الإخوان والنظام في مصر اشتباك حاد، أنت في معركة حقيقية مستمرة وفيها دماء وأشلاء وحشد، وبالتالي طرفي نزاع، حتى وإن كل طرف حريص أن يشوه الآخر بدرجة كبيرة سواء بالحق أو بالباطل. يعني بدرجة من الدرجات تسمع من الطرف مثلا أن النظام كله شيطان، تسمع من النظام أيضا أن كل إخوان المسلمين إرهابيين، وهذا عكس الواقع وعكس حتى التعارف الدولي يعني. لكن الطرفين في صراع بينغلق العقل، ويبدأ كل طرف يستخدم لك الكسب والعبو يعني، وهذا أيضا مضر للطرفين في رأيي، وأيضا طبعا مضر للسلطة. لابد أن يكون في شفافية وفي أمر قضائي يعني واضح ومحدد، يضمن للناس فعلا لا تكون التهم جزافا. طيب، إذا ما عدنا إلى فكرة 25 يناير مرة أخرى، ذكرت أن دستور 2014 نعم. تحدث ووضع 25 يناير في قدرها في مقدمة الدستور. لماذا إذن يتم إدراج قضية أو ما شابه تتعلق بالتحريض ل 25 يناير؟ يعني 25 يناير بالنسبة للنظام الحالي هي سبة أم هي مقدمة للدستور؟ هذا التعاطي الآن القضائي والضبط واتهام المحتفلين بها اعتقد بيسحب من ثقه الناس في هذا الدستور، ويسحب من ثقه النظام واعترافه بثوره يناير. الدساتير لا تعمل وحدها، الاجراءات التي تقع على الارض، الاحتفاء، الاهتمام، كله بيعكس مدى مصداقيه التساقي النظام مع ما يؤمن به في هذا الدستور، هل ملتزم به ام لا. فاعتقد ان هذا اتهام واضح للنظام انه ثوره يناير يعتبرها انها مؤامره وانها تجريم. طيب، ماذا عمن تبقى من الشعب المصري له اهتمام بالسياسة وبذكرى الثورة وما شابه؟ هل ترى أن فكرة ذكرى ثورة 25 يناير لازالت حية في قلوب هذا القطاع أم أنها ماتت إلى غير ركع؟ لا، يعني ذاكرت الشعوب لا تموت، والأجيال اللي شاركت في ثورة يناير مثلا كان طالب في الصف الثالث الإعدادي، الآن نفسيته مختلفة لأنه الآن في المرحلة الجامعية، هي مرحلة يعني انتفاضة كبرى وكبيرة أثرت في الوجدان المصري، بست فكرة إمكانية الفعل والحراك، كسرت تابوهات ضخمة جدا، حيدت قوة كانت تظن أنها هي المشهد وهي الكل في الكل. الكنيسة بدأت قزمة مقابل حركة المسيحيين، الحركات الإسلامية كانت تلهث وراء الشباب الثوري وبدأت تنزل للميدان بعد فترة من الابتعاد. فأعتقد ربما تضمر، ربما تتراجع بدرجة ما، لكن ما تظل هي لحظة ملهمة وتمثل خطوط توتر مفاتحة على المستقبل. نعم، ولكن أنت تعيش في مشهد انقلابي بامتياز، آلة قمعية وأداة قمعية واعتقالات عشوائية طالت الجميع من كل التيارات. هل ترى أنه لازال هناك من يحيا في ذاكرته أو ربما يتظاهر مثلا في ذكرى 25 يناير؟ من الخطأ نحن نقصر الاحتفال بالثورة أو الاحتفاء بها تظاهر. تظاهر هو وسيلة من ضمن 200 وسيلة للاحتفاء. الذاكرة الوجدانية هي الأهم، ما الذي ترسخ في ذهن الناس والشباب من هذه الواقعة التي التحم فيها المسلم والمسيحي التي رأوا فيها أنفسهم في ميدان يجمعهم بعيد عن الكراهية. ما زالت الصورة مشرقة وإن حاول البعض وصمها وتزييفها، لكن أعتقد الذاكرة الشعبية. ما الذي بقي منها بعد 3/7 وحتى الآن؟ ما الذي بقي في نفوس الشعب المصري من ثورة 25 يناير؟ بقي منها الجيل، لا ينبغي أن يبقى في كل الشعب، الجيل السائر. التغيير لا يحدث في كل الشعوب، كل الشعب، التغيير يحدث في 2% 3%، تبقى فيهم وهج الثورة وهج التغيير. ربما يتحين فرصة لم تأتي الآن، قد تأتي غدا، لكن أعتقد هذا الفزع من بعض الأنظمة من فكرة الثورة يؤكد أن ما زالت هذه الذكرى ملهمة، ليس في الخوف من تكررها كما حصلت، لا، إبقائها كذكرى يمكن البناء عليها وتمثل مرجعية لإمكانية الفعل. هناك أصوات تتحدث الآن يا ليت ثورة يناير لم تحدث، ولو كان ظل حسني مبارك أو حتى جمال مبارك لما كان القمع بهذا الشكل وبهذه الطريقة. طبيعي، يعني مسار الثورات لا يصير في خط مستقيم. الثورة الفرنسية استغرقت 100 عام حتى هدأت يعني مراكبها ورست على شاطئ الحرية والمساواة والعدالة، قدمت دماء. حتى فولتير الفيلسوف الفرنسي المنحاز للتسامح كان يقول دماء الثوار الفرنسيين لم تزد قبضة الاستبداد إلا قوة وإحكاما، لأنهم ضمر عندهم العقل السياسي. لكن لما نما العقل السياسي للثوار الفرنسيين حصلوا على مكاسب أكبر، وهذا عكس الثورة الإنجليزية. الثورة الإنجليزية نتيجة العقل السياسي الواعي حصلت الثورة الإنجليزية مكاسب أضخم من الثورة الفرنسية. فإذا ثورة يناير أوضحت للناس وللشباب ما الذي ينبغي أن لا نفعله وما الذي ينبغي أن نفعله.
طيب أنت مدير أو مؤسس لمركز تنوع لفض النزاعات، المشهد الحالي في مصر هو بين قطاع يؤمن بالثورة ويريد عن طريقها إسقاط انقلاب عسكري أطاح بأول تجربة ديمقراطية في مصر، أم هو نزاع سياسي كما وصفته منذ قليل بأن الطرفين هناك طرفين وكلا الطرفان يعني يهاجم الآخر ويشيطن الآخر بشكل كامل؟ فكرة الطرفين هذا يعني وصم الصراع بالطرفين هو مفيد احيانا، قد يكون مفيد للطرفين لكن ليس مفيدا للمجتمع. انا ارى النزاع في مصر من وجهه نظر الشخصيه والبحثيه انه بين مجتمع يسعى للحريه وقوه تسعى ان تهيمن عليه. هذه القوه قد تلبس العمامه، قد تلبس الخوذة، قد تعلق الصليب. الى الان لم تبرز حركه واعده منحازه للانسان، وبالتالي المجتمع ما زال يبحث عن فضاء اوسع مما طرح عليه. جرب الثوار في يناير لم يكونوا بالقدر كافي للمسؤولية الأخلاقية والسياسية ليبحروا بالثورة، أعطى الثورة تصويتا في 5 حقائق انتخابية بالموافقة والإجماع، فشل قادة الثورة في العبور بها إلى بر الأمان. فشلت أم فشلت؟ يعني على هناك فارق كبير يعني. لا ليس هناك فارق، على عزة بوجوفيتش يقول ليس لا يوجد في التاريخ ضحايا أبرياء، حتى الضحايا المظلومين يعني ليسوا براء لأنهم سمحوا الآخرين أن يظلموهم. فكرة أن أفشلوا لم يفشلوا، لكن في النهاية الشعب قام بما يجب، أعطى الفور مارك في 5 حقائق انتخابية، برلمان وشورى ورئاسة وتأسيسية، وهذا الفصيل وهذا الفريق فشل في أن يحافظ على الوئام أو حتى يبحر في وجه الثورة المضادة. أيضا الجهة الأخرى قدمت الجيش كمنقذ ومخلص، الآن الجيش تورط ويبدو المؤشرات لا تنبئ عن تحول ديمقراطي حقيقي، وبالتالي الآن لا تطلعات الشباب أنجزت ولا أمال الشعب حققت. طيب فكرة أن تساوي بين الجميع بهذه الطريقة، ألا ترى أن هذا يبتعد قليلا عن الإنصاف؟ أن تساوي بين النظام الحالي وبين نظام الإخوان أو التجربة الديمقراطية وبين حتى تجربة شباب الثورة في البداية؟ لا يعني أنا لا أساوي الدفع الأخلاقي، لا أقيمه الآن، أنا كباحث أنظر إلى النتائج وإلى مجريات الأمور. ثورة كانت واعدة، شعب كان متحدا، فصيل تولى زمام هذه الثورة، لم ينجح في الحفاظ عليها ولا على أفرادها، صنع ثغرات في الجسد الثوري، يعني دخل منها من دخل واستفاد منها من استفاد. في النهايه في الاطار السياسي انا لا يعنيني نوايا الصادقه لمن هو امامي، ولكن يعنيني فعله على الارض، ما هو البرنامج السياسي الذي نجح في العبور به بمستقبل الثوره. لا شك ان في فشل حقيقي وواضح لا ينكره، لكنك بالتاكيد في التحليل السياسي لا يمكنك ان تحلل فقط اداء هذا الفصيل او ذاك دون او بمعزل عن التغيرات المحليه والاقليميه والدوليه ايضا. التغيرات الإقليمية والمحلية والدولية يعني معروفة وواضحة، والفصيل الذي دخل المعترك السياسي تلقى من الآراء، بل هو نفسه صرح في كثير من الآراء أن الوضع السياسي غير مناسب ليقتحم الفعل السياسي، ولكن اقتحم الفعل السياسي، وأيضا أثناء اقتحام الفعل السياسي جاءته رسائل من الأصدقاء قبل الأعداء ينبغي أن تصوب المسار وأن تعدل البوصلة، ولكن أعتقد حصل أخطاء كبيرة جدا. ففي أنا من هذه الناحية أحمل الفريق السياسي القائد سواء كان الإخوان المسلمين أو القوى الثورية ما قالت عليه. طيب الثورة حدث ما حدث، وأصبحنا الآن على مقربة العام الخامس تقريبا ما بعد ثورة 25 من يناير، والعام الثالث بعد الانقلاب العسكري في 3/7/2013. كيف ترى المعارضة؟ كيف ترى معسكر الثورة؟ سواء لأن هناك من يغضب من فكرة المعارضة ويقول نحن لسنا معارضين وإنما نحن نثور ضد هذا الانقلاب العسكري. كيف ترى هذا المعسكر؟ مانديلا يعني كان يقول الثورة ليست ضغطا على الزناء، ليست ضغطا على الزناد. الثورة مش كتلة غضب. الثورة بناء حقيقي. يمكنك أن تصنع حالة ثورية، لكن من الصعب أن تصنع مشروعا ثوريا. ما نراه الآن هي هبات ثورية لا ترقى إلى مشروع ثوري حقيقي يمتلك إجابة حقيقية للحالة المصرية. هي هبات غضب، هبات يعني انفعال، لكن هي انفعال وليس تفاعل مع الأحداث. ليس لا يملك أحد الآن، لم أسمع حتى الآن يعني رؤية سياسية للملف الجيوستراتيجي أو الملف الاقتصادي أو الملف البطالة. هل يفترض على من يريد إسقاط هذا النظام أن يقدم هذه الرؤية الآن، أم أنه يعمل فقط من أجل الإطاحة به ثم تقديم الرؤية بعد ذلك؟ لأن الحديث أن هناك رئيس متواجد سيعود ليتولى مسؤولياته ونفكر بعد ذلك في شكل الوطن. لا يعني يقول علي شريعاتي رحمه الله الناس لن تهرب من الظلم إلى الظلام. الناس لن تهرب من الظلم إلى الظلام. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الناس يعني الآن لو خيرت بين نظام مبارك وكان ظالما، لكن كانت الخطوط واضحة، كان في خطوط للعب، لم تهرب إلى الظلام. يعني هل أنت الآن فريق يقول عاوزين خلافة، فريق يقول ولاية إسلامية، فريق يقول لا دولة علمانية، الآخر يقول لك لا ليبرالية، المسيحي ذمي ولا مش ذمي؟ هذه قضايا الآن لم تحسم.
قضايا ما زالت عالقة، المجتمع الدولي يريد إجابات واضحة، كيف تدار هذه الدولة؟ الإجابة الواضحة بأن هناك نظام عسكري وله بديل ديمقراطي في السجن، هذه هي الإجابة الواضحة لدى الكثير. لا، أنت بتكلمني عن طموح الشعب، وهل الشعب ما زال متعلق بثورة أو لا؟ الشعب يتعلق بمحقق له أماله، العيش والحرية والكرامة الإنسانية. ثورة تزيد البطالة، ثورة تزيد الآلام، أعتقد الشعب لن يكون معها. طيب، يبقى إذا عودة مبارك هي الأنسب، ليست عودة مرسي مثلا. ليست عودة مبارك، الناس وإلا كانت مبارك، مبارك الناس صارت عليه، عندما فشل في تقديم إجابات حقيقية وفشل في سؤال التنمية بعد 30 سنة. أيضا الذي تلا الثورة الفريق الرئاسي أيضا لم يقدم في سنة مؤشرات تنبئ أنه في اتجاه الاستقرار. أيضا النظام القائم الآن رغم أتيح له من الفرصة والدعم الإقليمي والتأييد الشعبي في 30/6 بدرجة ما يعني كان المكون، لكن لم يقدم نموذج لأنه اشتغل أيضا بآلات الإقصاء والتخوين. كباحث سياسي، ترى الوضع في مصر الآن أن هناك نظام أم هناك انقلاب عسكري؟ لا، ما حدث هو تدخل في الشأن العسكري، وصف أنه انقلاب. وصف أنه انقلاب. طيب، إذا ما انتقلنا إلى فكرة المعارضة و شتات المعارضة، هناك مشكلات كبيرة في هذا المعسكر، حتى كما ذكرت لا يوجد هناك مشروع وطني واضح، سواء مشروع سياسي أو مشروع صحيح. ثوري، هناك مشكلات كثيرة. ما الذي أوصل هذا المعسكر إلى هذه الحالة؟ هل هو فقط القمع الداخلي؟ يعني الكثير منهم الآن في الخارج، هناك قيادات كبيرة في الداخل في المعتقل، نعم، ولكن هناك أيضا رموز كثيرة في الخارج. أعتقد أن الآفة الأولى، ولكنكم لا تحبون الناصحين، هذا الفريق أو الفصيل بغض النظر الذي لا يجيد الاستماع لن يجيد الفعل. يعني الثورة كتب فيها وألف فيها وسطر لها والدروس موجودة، لكن من يمتلك قرار الشجاعة الأخلاقية أن يقول أخطأنا عند هذه اللحظة وينبغي أن نتوقف وأن نأخذ مسارا جديدا؟ لو تتحدث عن الإخوان، تتحدث عن 6 إبريل، تتحدث عن عدد من الليبراليين، الجميع اعترف في بيانات كثيرة جدا أننا أخطأنا ولم يكن هذا هو المسار السليم وكل هذه الأمور. ماذا بعد إعلان الخطأ؟ يعني كانت مرحلة وانتهت فكرة الإعلان الأخطاء واعترف الجميع بخطئه، ماذا ينقص هذا المعسكر الآن؟ ينقص هذا المعسكر الآن أن يكون له رؤية وحلم، وأن يكتب ما يحلم به، ماذا يريد؟ يعني الآن مثلا بتقول أن أخطأه، ما عرفش فين البنات قالت إحنا أخطأنا، كلها يقول لك ما حصلش، ده إحنا أفشلنا ولم نفشل، إذا الآن بيقول لك إحنا هي مؤامرة وليست ولم يكن فشلا، حركة بتقول من الذي قال أنهم أخطأنا؟ من اللي قال أن أخطأنا؟ هناك بيانات كثيرة للإخوان في مواقف، نعم، في مواقف كثيرة تحدثوا عن الأخطاء، هناك بيانات لحركة 6 إبريل أيضا تحدثوا عن أخطاء لهم في بعض الأمور. نعم، إذا كان حدث، وطبعا لم ينمو العلمي بيان رسمي من جهة رسمية في الإخوان تقول أن هناك مراجعات حقيقية للمسار. لا، أتحدث عن مراجعات، أتحدث نعم. عن نحن أخطأنا في قراءة بعض الأمور وما شابه، هناك حديث عن المؤامرة بالتأكيد، ولكن كان هناك اعتراف بالخطأ في بعض الأمور. اعتراف بالخطأ مرحلة جيدة، وكان حصل يسبع أن يأخذ إجراءات في التصويب، يعني يأخذ إجراءات في اتجاه التصويب. يعني مثلا الإخوان المسلمين جسم ضخم جدا ومتماسك جدا، يحتاج إلى بعض الجراحات. مثلا لم يفصل بين الدعوة والسياسي، لم يقدم ورقة بين الدعوة والسياسي. هل ترى أنهم في حالة تسمح لهم بهذا الطرف أن يجري مراجعات فكرية ونظرية ويفصل بين هذا وذاك؟ مكتب الإرشاد بأكمله داخل المعتقل، قيادات كثيرة قتلت داخل المعتقل وخارجه أيضا، 13 أو 9 داخل شقة 6 أكتوبر، منهم من يلاحق حتى في الخارج ويعتقل في بعض البلدان الأوروبية، يعني هل ترى أنهم في حالة طبيعية تسمح لهم بما تقول؟ لا، ليس طرفا، يعني الإخوان المسلمين عمر الجماعة يقارب القرن. إذا أنت بتحكي عن 3 سنين فيهم إشكاليات، عندك 80 سنة لم تكن كلها سجون، يعني نعم. وبالتالي أعتقد هو تأجيل التصويب هو الذي أوصلنا لهذا المشهد بدرجة ما. طبعا لو أحب لهم كل الخطأ أيضا الجهاز العسكري دخوله في الفضاء السياسي أيضا كان خطأ. طيب، امتلأت الصحف والصفحات والمواقع في الشهر الماضي بالحديث عن مصالحة وشيكة بين جماعة الإخوان وبين النظام الحالي، ولكن على ما يبدو أن النظام العسكري الحالي لا يريد لا مصالحة مع الإخوان ولا حديث عن المصالحة، التصعيد من جانب عبد الفتاح السيسي، اتهام الإخوان بكل شيء، إعدام حتى عادل حبارة صباح اليوم، والحديث أنه أيضا كان من الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة لا يختلف عن الإخوان المسلمين. من منهم من الإخوان أو النظام يمتلك إرادة حقيقية لهذه المصالحة من وجهة نظرك؟ أولا، أهداف المصالحة يعني حصرها فقط في الفضاء السياسي خطأ. المصالحة ليس هدفها فقط قول لي والله يعني لو توقفنا النظام هيتوقف، لا سيدي النظام مش هيتوقف. المصالحة لا 6 أهداف، أولا وقف نزيف الخسائر، فتح فضاء سياسي جديد، بناء شراكة جديدة، تصويب الأخطاء، تأمين المستقبل.
انا ممكن فصيل واحد يلجا لهذه الاجراءات من طرف احادي، لا يحتاج حتى الطرف الاخر ان يبدا في هذا يبدا بالتوازي. ولنا مثال في تجربه مصريه، تجربه الجماعه الاسلاميه، تجربه خاضت العنف بقوه جدا، اعتقد اقوى من اي تنظيم خاض العنف، جماعه راديكاليه وجزء ظهير شعبي في الصعيد، ثم بدا لهم بعد هذا الصدام الضخم قالت رفعت المحجوب والى اخره ان هذا المسار لن يفضي الى شيء، الدوله لم تقدم لهم شيئا، لكن انحازوا لمبدا القاء السلاح. هل ترى ان واقع الجماعه الاسلاميه بعد هذه المراجعات هو واقعها في منتصف التسعينيات وبدايتها؟ واقع الان الجماعه الاسلاميه افضل، الناس عادت الى حياتها الطبيعيه. اين هي الجماعه الاسلاميه؟ لهم حزب سياسي مشارك دعم الاخوان المسلمين في الرئاسه بشكل قوي جدا، طارق الزمر الان يمثل نقطه ارتكاز عاقله جدا كنموذج للمراجعات الحقيقيه، جماعه منفتحه بشكل كبير جدا على كثير من هل هو عنصر فاعل؟ هل عادت الجماعه الاسلاميه كعنصر فاعل في المعادله؟ عادت عنصر بناء وواعد في بناء الوطن، انا اعتقد ان سيكون لهم دور قادم في المرحله القادمه لانهم فعلا على مسافه وسط من الآراء وفعلا قطعوا مع العنف قطعا حقيقيا، في حين الآن بعض الجماعات الآن أيا كان لا أدري بدأت تظهر جماعات من العنف تحتاج أن نعرف. طيب ولكن يعني الطرف الآخر لم يتقبل كل ما تقول. لا الطرف الآخر تقبل، لم يتقبل يعني فكرة أن الجماعة الإسلامية أجرت مراجعات. يعني دعني مثلا أعود بك إلى يوم 6 أكتوبر 2012 في استاد القاهرة، عندما تحدث الرئيس محمد مرسي في خطاب الميت يوم وتحدث عن إنجازاته أو ما أنجزه وما لم يستطع إنجازه، كان هناك العديد من قيادات الجماعة الإسلامية التاريخيين موجودين في المقصورة الرئيسية في استاد القاهرة. تحدثت القنوات الفضائية أنت جايب اللي قتل السادات، ما قعدوا يوم 6 أكتوبر، أنتوا الجماعة بتؤوي الإرهابيين وكل هذه الأمور. طبعا لا شك أن في أطراف حتى في داخل الجماعة الإسلامية كانت ضد المصالحة وعملوا حادث الأقصر، وفي اطراف ضد النظام لم يكن مصلحتها التهدئه، فاذا كنت هترهن الوطن باطراف في داخل كل نظام، في يعني كل نظام وكل فئه هناك من يفرض فيها يعني التصالح. يعني مثلا نموذج اخر، الاخوان كثيرا ما تحدثوا عن حادثه النقراشي وكل وليسوا اخوانا وليسوا مسلمين وتبرأ منهم حسن البنا. على مدار التاريخ عندما تستمع الى العديد من المحللين السياسيين المقربين من نظام مبارك وحتى الان عبد الفتاح السيسي، دائما ما يعود بك الى حادثه النقراشي، دول قتلوا النقراشي وقتلوا الخزندار وقتلوا مش عارف كذا ودي جماعه عندها نظام خاص وكل هذه الامور. إذن الطرف الاخر لا يعترف حتى لو تراجع الاخوان او اجروا مراجعات فكريه، الطرف الاخر سيظل يعايرهم ويذكرهم بتواريخ بعينها سواء ثبت صحه تورط الاخوان فيها او لا. وايضا الاخوان المسلمين لهم ايضا روايتهم، عبد الناصر يعني من اصل يهودي، وان عبد الناصر كان عميلا، وان يعني جاء حربا على الاسلام وكذا، يعني كل طرف ايديولوجي سيظل فيها كذا. لكن الاخوان المسلمين مثلا تصالحوا مع السادات، السادات كان حاكم يمين في المحكمه التي حكمت على القدر عوده بالاعدام وعلى يوسف هواش بالاعدام، على يوسف احد قاده الاخوان المسلمين، واصبح الرئيس المؤمن ودخلوا في برلمان السادات، والتلمسين الله يرحمه التقى بعبد الناصر وكان مثل دعما كبيرا جدا، وعبد الناصر السادات حكم بالاعدام على مجموعه. ما الذي ينقص المشهد الحالي المسلمين حتى نصل لمشهد التلمساني وانوار السادات؟ نريد تسويه تاريخيه حقيقيه. الاخوان المسلمين الان لهم دور كبير جدا في انقاذ هذا الوطن. هتقول لي بتسيب الضحايا وتتكلم في الجلاد، انا اعني ان الطرف الذي يمكن ان يسمع بالعكس تسيب الجلاد وتتكلم عن الضحايا. يعني ينبغي انا اعتقد اعول ان هذا الفصيل ممتد وله اثر كبير جدا، وهو اثر في وجدان المصريين، ويملك مصداقيه كبيره جدا، ويمكن ان يقدم قبله الحياه لهذا الشعب اذا اخذ اجراءات حقيقيه واعده، اعتقد سيؤمن نفسه ويؤمن المستقبل. طيب الرد من النظام دائما ما ياتي عنيف يا سيد ياسر، يعني السيد ابراهيم منير نائب المرشد العام تحدث عن ان كان هناك من حكماء الوطن او وسطاء يتحدثون وتقدموا بمبادره للمصالحه فليس لدينا مشكله، ولكن النظام وعبد الفتاح السيسي تحديدا يرد رد عنيف جدا في المولد النبوي، يتحدث عن الفكر اللي ملوش وجود وهذه الامور، ثم قضايا ملفقه، ثم اعدامات. يبدو ان النظام العسكري لا يلتفت ابدا لهذه الاقاويل. احيانا احنا قلنا هدف المبادره مش بس انه لن يلتفت، لكن يكسب بالنقاط. مثلا انا الان محتاج اي نقاط؟ يعني الاخوان اذا ما عرضوا المصالحه سيتنازلون تنازل كبير يعصف بقواعدهم وبمحبيهم وبدوائرهم، وسيتهمون كقيادات بانهم تنازلوا عن الثوابت وعن الشرعيه وعن كل هذه الامور، وفي المقابل هم لا يجدون اي رد فعل ايجابي من النظام العسكري الحالي. اولا الاخوان المسلمين لهم تجربه في ذلك حكيتها لك، لانهم قادرين على ان يقنعوا كوادرهم بانتظامهم التنظيمي وبخطابهم الداخلي على ان على اختيارات على وجود خيارات
اخرى ويترك الناس بالخيار. يعني ما الداعي يا جماعه؟ والله احنا تعبنا في هذه الفتره، قدمنا من كوادرنا ودمائنا واشلائنا، ويترك الخيار للمجتمع. يعني مثلا فكره قبول اعتزال العمل السياسي، انت بتبطل هذه الشماعه، انا تارك المجال السياسي يا سيدي 5 6 7 سنين 10 سنين. انا يعني انا طبعا لا املك حلا سحريا، لكن ادعي انه لسنا مجبرين ان نكون ضحايا او قاتلين. فكره الثنائيه خطا، يعني هناك مساحات يمكن الحراك فيها والعمل من خلالها. اخوان المسلمين في موريتانيا مع ولد الطايع صنعوا تسويه تاريخيه. اخوان المسلمين في الجزائر ومفارقه غريبه جدا، كانوا مع القوى العسكريه التي انقلبت على حركه الانقاذ، والاخوان المسلمين في الجزائر شاركوا بوتفليقه في المصالحه. الاخوان المسلمين في ليبيا ايضا عرضوا نموذجا مختلفا. لن اتكلم عن اخوان المسلمين في تونس، يعني هذا النموذج المشرق الذي قدم تنازلات قد تبدو حاده جدا، لكن مقابل ان تبحر سفينه تونس نحو المستقبل. طيب. فيمكن من تجاربهم اعتقد لهم قدره تحفظ دماغهم. ولكنك حتى الان للمره ربما الرابعه في هذا الحوار لم تجبني عن رد فعل النظام العسكري، هو لا يرد باي نوع من انواع الايجابيه او الترحيب بهذه المبادرات. طبعا لا، يعني هل ترى ان له لديه اراده حقيقيه في تحقيق مصالحه مع الاخوان؟ انا طبعا يعني غير مطلع، انا كباحث ليس عندي معلومات حقيقيه على النظام يعني ماذا يريد، لكن اعتقد ليس جسما واحدا، في اطراف على ما اعتقد تريد ايضا ان تصل الى تسويه حتى في بعض الجهود الاقليميه المفتوحه في هذا المسار. لكن مثلا الاستاذ ابراهيم منير يعني اعتقد صرح ثم نفى، يعني صرح غالبا هو قال نحن يعني هو بيانه كان نحن ننتظر من الحكماء الذين يعلقون في رقابنا المصالحة أن يتقدموا بمبادرة لنتحدث عنها. فعندما فهم من حديثه أنه يدعو للمصالحة خرج وعقب في أكثر من قناة فضائية: أنا لم أدعو للمصالحة، وإنما قلت من يعلقون في أعناقنا فكرة المصالحة عليهم أن يتقدموا إلينا بمبادرة لنتحدث عنها. ربما لك اذا لم تكن هناك مصالحة، لم تكن هناك نية للمصالحة، هي دعوة للحكماء. يعني انا بتكلم عن قرار مباشر وشجاع، يعني مصالحة حتى ولو من طرف واحد تحقن دماء طيب. الإخوان أنفسهم. هناك يعني ثلاثة نقاط تحتاج إلى حل من أجل عرض فكرة المصالحة. أولها الدماء التي سالت، ثانيها المعتقلين والمطاردين والبيوت التي خربت ودمرت على يد هذا الانقلاب العسكري، والعنوان الكبير هو العدالة الانتقالية. كيف ستتحقق هذه الأمور، وكيف ستعود حقوق هؤلاء من قتل لهم البعض وممن اعتقلوا أيضا؟ اولا فكره الحل العادل ليس في تاريخ البشريه، المجتمعات تلجا الى الحل العقل. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرجع حق شهداء احد، ولم يرجع حق حمزه رضي الله عنه وارضاه، ولكن انحاز للمستقبل وعندما فتح مكه قال ذهبوا فانتم الطلقاء. فاذا فكره القصاص هي فكره موجوده لكن ليس لا تعني العداله، القصاص جزء من العداله وليس كل العداله. عندما قلت الشهداء ماذا تعني بالشهداء؟ هل شهداء يناير؟ شهداء بورسعيد؟ شهداء الحرس الجمهوري؟ شهداء المنصه؟ نفتح الباب اذا لكل الشهداء. نعم. تطرح على بساطه وليس فقط شهداء الاخوان المسلمين. لا اتحدث عن رابعه فقط، اتحدث منذ تماماً. يناير تماما، يعني ثبت ان من تورط في دماء يناير وحتى الان يبدو انه طرف واحد يحكم البلاد الان. لا، الان الحقيقه لم تظهر، ومهمات لجنان الحقيقه هو كشف الحقيقه وجبر الضرر ثم ضمان عدم تكرار ما حصل. اعتقد هذه الثلاثيه تؤمن المستقبل، كشف الحقيقه واللجان تصنع ذلك الامر، ثم عدم تكرار ما حصل، ثم ايضا كشف الحقيقه، ثم المسامحه في الاخر تطلب. يعني انت ترى ان الحل هو حل عاقل وليس حل عادل، لن يتم الحصول على حل عادل. لم يحصل في تاريخ البشريه، حتى في تاريخ الانبياء لم يحصل ان حل عادل، يعني حل عادل، العداله نسبيه. يعني ازاء الرسول وازاء سميه وقتل سميه، في النهايه الرسول يعني لن يفتح جراح الماضي، انتصر. لذلك احنا السؤال الذي المفروض نساله الان للثوار حتى الاخوان المسلمين، هل المطلوب الانتصار ام الانتقام؟ الفلسفتين مختلفتين. رجوع الحق يختلف عن الانتقام. الانتصار يعني احيانا يعني تحرير المصطلحات فقط. هو يعني الانتصار رجوع الحق لاصحابه يختلف تماما عن الانتقام. رجوع الحق لاصحابه الا يتكرر ما وقع، ان تنعم البلد بالحريه، وان يحاسب من قتل، أن يعاد من سفك. صحيح. اذا كان عندك قدره ان تحاسب حاسب الان. انا اتكلم اذا كان عندك قدره الان لماذا تصمت؟ برلمان الثوره لم يقدم واحدا للمحاكمه، برلمان نجح بالاغلبيه الاسلاميه وكان لم يقدم احدا للمحاكمه، لم ترفع قضاء ضد التعذيب، لم يرفع الاخوان المسلمين قضيه واحده ضد الفريق الذي عزف امام عبد الناصر الى فتره كبيره. يعني فاعتقد ان انحياز للمستقبل، عدم تكرار ما حصل، جبر الضرر، كشف الحقيقه، اعتقد قيمه كبرى. الان في تونس
ما نرى الآن من لجان الحقيقة والمسامحة. الآن يعني عتاة التعذيب الآن يطلبون السماح من الشيخ راشد الغنوشي. ما كان لتحصل هذه المحاكمات لولا التوافق السياسي ما بين الشيخين الشيخ راشد الغنوشي وبين السبسي، وهذا كان توافق رجع حزب الدستوريين بعضهم كبعضهم من أتباع بن علي. لكن أحيانا نحتاج إلى تعتبر هذا فشل الثورة والرجوع للنظام القديم؟ فشل الثورة لكن تكسب بالنقاط. أحيانا المجتمعات لا تكسب بلمس الأكتاف، هناك كسب بالنقاط. كسب النقاط الجيش المصري ليس كما يدعي البعض بالعمالة والخيانة، أعتقد له وجهة نظر يعني أو تقدر. ليس كل الجيش المصري كتلة واحدة ولا الإخوان المسلمين كتلة واحدة، كل طرف فيه من العقلاء يمكن أن تبنى جسور للتواصل ما بين كل هذه المؤسسات. نعم. الجزائر ومصر وباكستان لها حالة خاصة، هذه الدول أنشأها الجيش أحيانا يملك فيها شرعية تاريخية، أعتقد تحتاج إلى مقاربة مختلفة. المعركة الصفرية لن تفضي إلى شيء. شكرك شكرا جزيلا ياسر الغرباوي مؤسس مركز تنوع لفض النزاعات، كنت معنا في الاستوديو. نفذ على مصر حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا. حين اختار المنصور موضع مدينته التي أرادها عاصمة الدولة الجديدة، كان فيها قرية اسمها بغداد أو بغدان. سمى المنصور مدينته مدينة السلام، وهو الاسم الذي ظهر في الدواوين